قد فيكم عنده قرب، عنده قرب، طب ما عندوش قرب، شاف قرب، طب اللي ما شافش قرب، القرب ده عباره عن جهاز له صوابع زي صوابع الجياس، لما تدوس على اي صباع في دول تطلع ميوزيكال ساوند، صوت موسيقي، بس الاصوات الموسيقيه اللي على ايدك الشمال اصوات موسيقيه غليظه، والاصوات الموسيقيه اللي على ايدك اليمين اصوات موسيقيه حاده، والاصوات الموسيقيه اللي في النص اصوات موسيقيه متوسطه الغلظه. يعني ايه؟ الصوت ده كده، ده كده، ده كده، الصوت الموسيقي الغليظ ده بيطلع غليظ لانه لو فريكوانسي او يسموه لو بيتش. الاصوات الموسيقيه الحاده تبقى هاي فريكوانسي او هاي بيتش. الاصوات الموسيقيه المتوسطه الغلظه اصوات ميديم فريكوانسي او ميديم بيتش. كويس؟ لا. هل كل الاصوات اللي بنسمعها في حياتنا اصوات موسيقيه؟ هل كل الاصوات اللي بنسمعها في حياتنا ميوزيكال ساوندز؟ لا. انا وانا ماشي كده بزحف كده، ما ده صوت واكيد مكون من فريكوانسي لكنه مش ميوزيكال. ليه بعض الاصوات بتطلع ميوزيكال زي اصوات الالات الموسيقيه وبعض الاصوات بتطلع نون ميوزيكال؟ ليه اصوات بتطلع ميوزيكال وليه اصوات بتطلع نون ميوزيكال؟ اصوات الميوزيكال بتطلع ميوزيكال لانها مكونه من سنجل فريكوانسي، يعني الغليظ مثلا 2020 زلزله في السنه، المتوسطه الغلظه مثلا 4117 زلزله في السنه، الهاي فريكوانسي مثلا 7020 زلزله في السنه، كاني دايس على زرار واحد. لكن لما ادوس على 10 زراير مع بعض هل الصوت اللي هيطلع هيبقى ميوزيكال ولا نويز؟ نويز. فالنويز كومبوزد اوف ا باند اوف فريكونسيز، يبقى الميوزيكال ساوند مكون من سنجل فريكونسي، النويز مكون من باند اوف فريكوانسيز. لو هذا الباند اوف فريكوانسيز موجود على هذا الجانب من السلم الموسيقي يبقى لو فريكوانسي نويز، لو على هذا الجانب من السلم الموسيقي يبقى هاي فريكوانسي نويز، لو في النص يبقى ميديم فريكوانسي نويز. طب مش احنا عرفنا الميرور ان نويز ذا نويز بروديوسد باي ستربنت بلاك فلو؟ اذا الميرور از ا نويز كومبوزد اوف ا باند اوف فريكوانسيز، فلو كان الباند ده هنا يبقى لو فريكوانسي ميرمر، لو هنا يبقى هاي فريكوانسي ميرمر، لو هنا يبقى ميديوم فريكوانسي ايه؟ ميرمر. هاي فريكوانسي ميرمر، ميديوم فريكوانسي ميرمر، لو فريكوانسي ميرمر. اللو فريكوانسي ميرمر صوته عامل ازاي؟ صوته عامل كده أو أو ويسمى رامبلينج رامبلينج. الميديم فريكوانسي ميرمر صوته عامل كده ويسمى هاش. الهاي فريكوانسي ميرمر يتسمع كده أو أو ويسمى صوت. طب لاحظنا يا دكتور ادت لنا أكتر من شكل للصوت وأكتر شكل للهرش وأكتر من شكل للرمل، رمل رمل رمل، صوت صوت صوت، هرش هرش. طيب ده رمل وده وده، ثلاث اصوات مختلفة عن بعض.
ايه الصفه المشتركه فيهم اللي تخليني اسميهم هم الثلاثه رغم رغم اختلافهم؟ ها؟ ايه؟ اذا زي الفلسفه بتاع الار اللي هم الثلاثه فيهم صفه مشتركه وهي ان الثلاثه لا ينفع يتسموا ارش ولا ينفع يتسموا صفه. يعني ده احمر وده احمر وده احمر وده احمر. مختلفين عن بعض. لكن ايه الصفه المشتركه فيهم تخليهم كلهم يتسموا نفس الاسم؟ ان كلهم لا ينفع يتسموا ازرق ولا اصفر ولا اخضر. صح ولا لا؟ ولذلك عايز اقول الكلام ده ليه؟ زي درجات الالوان. لان مره جالي طالب سمعته المرمر، المرمر كان صوته كده. كان صوته كده. فقلت له ده صوت. بعدين رحت قلت له اسمع العين هناك ده وقول لي الكاركتر بتاعه ايه؟ فرجع قال لي رامي. العين التاني كان كده. اللي انا بعته له اللي انا سمعته له. الثاني فرجع قال لي رامبل، قلت له رامبل، قال لي هرش هرش هرش، قلت له هرش، قال لي رامبل رامبل رامبل، يا رامبل، هرش 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 هرش. قلت له سوفت، قال لي لا، ده اللي انت سمعتوه. فكان لازم اعلمه ان السوفت درجات والهرش درجات والرامبل درجات هو اقرب لمين. اذا المساله تقديريه ولا لا؟ تقديريه، بيقول لي اللي انت لابسه ده. ده ازرق. ده اخضر، ده ازرق ده اخضر. ده في ناس هتسميه ازرق وناس هتسميه اخضر. انترميديت. ولذلك الكاركتر ليس من النقاط القوية في التشخيص. ممكن مسألة تقديرية. يعني مثلا الصوت ده ايه؟ صوت. طب وايه ده؟ هرش. طب وايه ده؟ في ناس هتسميه صوت، في ناس هتسميه هرش. إذا هو للتأكيد وليس للتشخيص، هو للتأكيد وليس للتشخيص. إيه القيمة التشخيصية؟ مهما كان ضعفها ولا زال ليه قيمة تشخيصية ولا ما كناش من الأصل. أي رجال صوت. أي رامبل أو هرش ستينوتس. بس الرامبل مايكرا أو تريكاز ستينوتس والهرش أو أورتيك أو بالون ستينوتس. ليه؟ المايكرو ريجيش الدم بيرتجع في السيستول صح؟ يعني البريشر هنا 120 هنا خط وهنا 5 يعني الجريدينت كام؟ 115 ده فيري هاي جريدينت فتدفق الدم سريع فالفايبريتنج ستراكشرز فايبريت بسرعه فتطلع هاي فريكونسي ساوند اللي هو الايه؟ الصوت انما المايكرو ستينوزس الدم نازل كده في الدايستول هنا البريشر 0 وهنا البريشر 10 يبقى الجريدينت قليل فالدم نازل على مين؟ فالفلو بطيء فيطلع لو فريكونسي اللي هو الرابع. الاورتيك ستينوز الدم طالع كده البريشر هنا 120 وهنا 80 فالجريدينت 40 يعني متوسط كواطي قوي ولا عالي قوي فيطلع مين يا بيتش؟ يبقى الجريدينت هو المتحكم وعلى حسب السيفيريتي بقى الهارشنس يزيد او السوفتنس يزيد او الرامبلنج يزيد. عرفت ليه ما هوش كل الرمل شبه بعضه وما تكونش كل استنى المساله متعلقه بالجريدينت والجريدينت متعلق بالسيفيريتي ولهذا ده تعالوا نلعب بقى الشنط بقى بالدور الشنط هاش الشنط هاش بي اس دي البيتا نرفس مش قلت البيتا نرفس ماشينري ماشينري مش كاركتر ماشينري ده وصف مسجي ما بين الكونتينيوس تايمينج والهاش كاركتر بيطلع ماشينري والمايكرو جيش اللي هو مايكرو جيش او جيش بالون جيش المايكرو جيش بالمناسبه ساعات يبقى هرش احيانا كده كده احنا مش بنعتمد عليه دلوقتي يا معلم قول لي طب قول لي قول اسم لا اوعى لان ساعات بيبقى عنصر تفريق ما بين حاجتين شبه بعض كاركتر مهم بس مش باهميه التايم وانا عموما سعيد انك تقول لك طنش الكارت انما اخاف قوي لو قلت لك طنش الطيب من الطن متشخص بالطيب بالماكسيمال انتنستي انت اوريدي شخصت من شويه الطيب بالماكسيمال انتنستي لو حطيت لك السمع يلا يا سيدي قول لي الكاركتر ده يعني يا مايكرو الاستينوزس يا تريكازم الاستينوزس. قول لي الكاركتر ده ايه؟ صوت يعني يا مايكرو ريجيرش يا تريكازم ريجيرش يا اورسيك ريجيرش يا بالون ريجيرش. قول لي الكاركتر ده ايه؟
هارش يعني اورتو ستينوزس يا بالمومري ستينوزس يا بي اس دي يا بيتال باكتس. المثال الجاي ده صح هتعلق على ايه؟ اهو كلين بس المثال الجاي بقى مجموعة الأمثلة اللي جاية هتعلق على حاجتين يا معلم، هتعلق على حاجتين يا معلم، التايمينج والكاركتر مع بعض، التايمينج والكاركتر مع بعض، التايمينج والكاركتر مع بعض. يلا يا باشا، يلا يا باشا، هسألك تايمينج تقول لي كذا، كاركتر تقول لي كذا، يلا. تايمينج كاركتر صوت بانس ستوليك على الايبكس معناها هايبر ريجيش، واي ريجيش في الدنيا صوت. التربيط ما تهتمش بيه دلوقتي، انا هربطهم لك في الاخر، اهم حاجه بس السمع. ايجكشن ستوليك هنسميه ايجكشن، ما ايجكشن كاركتر هاش، مش الايجكشن ستوليك اورتو ستينوزس والاورتو ستينوزس هاش. تايمينج كاركتر 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 عارف يا دكتور بدأنا نحس بأمل، قادرين نسمع اهو، بس انا اصلا متأكد ان ده حقيقي على العيان، في 25 دفعة قبل كده علمتهم وحسيت منهم اساتذتك محمد اسماعيل خالد عبد الملك خالد الشرقاوي كل دول كانوا بيحضروا، وائل صلاح رمض قلنا الكلام ده كتير، في تامر عبد الحميد كمان بطل تامر عبد الحميد اسمع، مش دول اهم ناس، ده دول اشهر ناس عشان تعرف فيهم، اسمع كده. طيب كاركتر ارضى استول كاركتر سوفت، ارضى استول ده مش اورت كريجيتش، واي رجاش مش بيبقى سوفت. طب ايه؟ هنعمل بحركه اصيع، حركه اصيع، عارف يعني اصيع بالاندونيسي؟ هرجع لكم الساوس، مش قلنا كده؟ جاي لي 20% في الساوس، فكركم بيه. ارسم لي الكارنك سايكل يا معلمي. ادي الفيرست ساوند، ادي السكند ساوند، ادي الفيرست ساوند. بص يا سيدي. الفيرست ساوند هو الضربة اللي مع طلعة البلس. السكند ساوند هو الضربة اللي مع نفس الفيرست ساوند يعني لو عالي يبقى اسمه اكسنتويشن، لو غير مسموع يتسمى مخرج. كذلك السكند لو عالي يتسمى اكسنتويشن، لو غير مسموع يتسمى مخرج. تعلق على الفيرست لو السماعه على الايبكس مايترال اريا او تراكاس ديلت. تعلق على السكند لو السماعه على الاورتك او البلمونري اريا. ما تعلقش على السكند على الفيرست فوق، ما تعلقش على السكند تحت، صعب عليك الحاجات دي. لو لقيت السكند عالي حددي، لو اعلى على البالمونري اريا تقول اكسنتويتد بالمونري كومبوننت، لو اعلى على الاورتيك اريا تقول اكسنتويتد اورتيك كومبوننت، لو لقيت الفيرست مافل لو اعلى غير مسموع، لو غير مسموع هنا يبقى مافل اورتيك كومبوننت، لو غير مسموع هنا يبقى مافل بالمونري كومبوننت، يبقى الناحيه الثانيه مسموع. طيب لو سمعت ضربه مزدوجه مع النازله دي اس 3، لو سمعت ضربة مزدوجة مع الطلعة دي اس 4. ايه ده يا دكتور؟ رغم انك بتتكلم المرة دي بسرعة ومن غير شرح الا ان استيعابنا اعلى. اه ليه؟ من سامعين كلامك كده بالتفصيل. مثالك لو سمعت كليك مع الطلعة يبقى دي ايجكشن كليك. سمعت كليك مع النازلة تبقى دي اوبن الاسنان. دي معناها نون كالسيفيك ستينوزس. نون كالسيفيك فالفيولار ستينوز. ايجكشن كليك نون كالسيفيك اورتك او بالمونري ستينوز، لان اورتك او بالمونري بيفتحوا هنا. اوبننج سناب نون كالسيفيك مايترال او تريكاسبيد ستينوز. ماشي يا جدعان؟
ده اللي قلناه. هيبقى حاجه اسمها ميتاليك كليب. كليب طالعه مايترال فالفر بيسمنت. كليب نازله او فالفر بيسمنت. ماشي يا حبيبي؟ يلا يا حبيبي. هنعمل على الساوند بس. على الساوند بس. انا هعملهم الاول. مفروض فيرست. مفل ذا فيرست بتاع اس 3. اكسنتويتد فيرست. اكسنتويتد فيرست مع اس 3. مفل ذا فيرست. مفيش طرقعه. مش طرقعه مع الطرف. اكسنتويتد فيرست. الاطمئن المفاجاه. طالما المفاجاه في الاخر يبقى اللي قبلها بريس ستيرك مان. اكسنتويتد فيرست مع اوبننج سناب. اللي بعده؟ ما يجوش مع بعض.
الدبل بوزيشن كيك معطله وبدك تسمع الناس دي. الناس بعد السكر الشكل معطله بعد الفيكس صح ماده ايه السبور تاخدها مايتر بليس اورتك بليس صح ولا لا؟ شوف بقى الحركه اللي هنعملها دي نتمرن شويه ونمشي نتمرن حبه ونمشي الحصه الجايه هنكمل الاوسكلتيشن اللي بعدها هنبتدي نجيب حالات اوسكلتيشن شرحت لكم حصه حالات اوسكلتيشن هتبقى نظامها عامل ازاي بس الاول لازم يكون مخي ويل بريبيرد مخي معد جيدا داخل بعمل حاجه 100 بص يا معلم هتعلق لي على التايمنج وعلى الكاركتر وعلى اس واحد او اس 2 لو سماعه تحت على اس على اس 1 لو سماعه فوق على اس وعلى الاديشنال ساوند شوف بقى السيركل التايم يا اما بان سيستوليك يا اما ايجكشن سيستوليك يا اما ميد دايستوليك وذ بريد سيستوليك اكسيتويشن يا ايرلي دايستوليك الكاركتر يا سوفت يا هارش يا رمبل اس واحد يا عالي يا واطي اس اثنين يا عالي يا واطي اس اثنين تحدد الاورتك ولا البلمونري كومبورت قديش اس 3 اس 4 الاوبننج سناب ريجكشن كليك يعني تاني ترجع بالذاكره بقى ايام ما كنا لسه كاتبين العناوين لسه مش فاهمين حاجه دلوقتي هنسمع اهم شرط بقى يا معلم ان انت هتحفظ الاجابات في مخك عشان لما اسالك ترد اقول لك تايمنج تقول لي كذا كاركتر تقول لي كذا نورمال ساوند تقول لي اكسبتد فيرست او مافت سكند اديشنال ساوند تقول لي كذا وتقول لي مفيش شرط بقى وانت بتسمع ده شرط رئيسي في الاكسبتيشن تعليم دونت ثينك ان مور ذان وان ايتم ات ا تايم دونت ثينك ان مور ذان وان ايتم ات ا تايم ما تفكرش في حاجتين في نفس اللحظه. يعني مثلا خد خمسه سته بيتس للتايمنج بس واحفظهم او اكتبه لو حبيت. خمسه سته بيتس للكاركتر بس. خمسه سته بيتس للفيرست والسكند، خمسه سته بيتس للاديشن. يعني ما تفكرش حاجتين مع بعض، ده غلط. ومسموح لك تكتب في المرحله دي مسموح لك تكتب. انت بعد كده مش هتشخص كده. بسم الله الرحمن الرحيم على بعضها. دي مايكروس نوز. صوت السمع. بس مش حد يا جماعه بيتعلم الكتابه جمله جمله، بيتعلم حرف حرف الاول وبعدين كلمه كلمه وبعدين جمله جمله، فالجمله جمله هتيجي. بس هو ده التعليم. يلا. المثال الاول. تايمنج باد سيستم كاركتر صوت فيرست ساوند هل في اديشنال ساوند؟ سلام تايمين باك ستوري ثانية بس هنا طب ما يترجعش كاركتر طب ما ايه رجعش سوفت
First sound. ايه اللي بيعمل مفرد السؤال؟ مايتر جيرج. Additional sound. اس 3 بتاع المارك فوليوم اوفر دور. مش المايتر جيرج فوليوم اوفر دور؟ يبقى لاقي على بعضها ده لا. يبقى ده مارك مايتر جيرج. وانا دكتور كل ما هسمع هقعد افكر كده. ده دلوقتي عشان لسه متعلم الفابيت. بعد كده سيفير مايتر جيرج. على طول من كتر التعود. هم امثله محدده. امال تديني بالتفصيل وتديني بالاشكال على طول. لو جات لك واحده معقربه مش هتعرف تجيبها. لازم تقوم راجع خطوه لورا وتقوم مفصصها. زي اللي بيعرف يقرا كلمه في الجورنال في النص لقى اسم خواجه يقوم راجع وراها في حرف. انت لازم تكون متعلم الحروف. هو كده اتقان العمل كده. اتقان العمل يعني تجيب درجات عاليه يبقى دكتور كويس تبقى حقيقي ما تبقاش شبه اللي بيتعلمه. اتعلم مش شبه اللي بيتعلمه. خلي بالك. سأل بعد. Don't think more than item at a time. جاوب على سؤال في مخك. Second sound. 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 Second s
الكوجين هنقولها هنشرحها تاني بعدين شرحناها بقى هنشرحها تاني بعدين مفيش اديشنال سيل السؤال اللي بعده don't think it more than one item at a time السماعة. اقف جنبك اقول لك انت سامع كده.
تقول لي مش سامع الفيرست كويس، اقول خفف الكور. تعمل لي كده، قوم داخل على زميلك، قوم داخل على زميلك، قوم داخل على زميلك. بعد ما سمعك كنت ال 10، طبعا ده معناه انك قعدت على الحاله 10 اضعاف الوقت اللي انت محتاجه. بقول شيفت بنلف كده، قوم سمع ال 10 تاني. شيفت بنلف كده، قوم سمع ال 10 تاني. بعد ما نخلص احنا ال 10، ال 10 حالات بقول خدوا لفه ثانيه للتاكيد، انتم واخدين لفه ثانيه، اللي واقع منه حاجه اول مره يسمع. بعد ما تخلصوا بجيبكم هنا انتوا ال 10 اسالكم اسئله محدده، انا عارف قلت كده قبل كده بس في ناس جديده. حد فيكم ما سمعش ال 10 حالات كويس؟ حد فيكم ما سمعش ال 10 حالات مرتين؟ حد فيكم ندهني وما رحتلوش؟ حد فيكم سالني وما جاوبتوش؟ حد فيكم مشتكي من الزحمه؟ ما انا هدخلكم. حد فيكم مشتكي من الدوشه؟ انا برمي عقد سيجاره طاح طلعوا كلهم تبص مش ابره ترن الفله ترن. حد فيكم العينين ضايقوه؟ حد بيشتكي من عدم عداله في توزيع الوقت على الحالات؟ حد بيشتكي ان وقتك على الحاله ما كانش كافي؟ قلت له يا دكتور انا ليا شكوتين. الشكوى الاولى ان انا سمعت الصوت كويس قوي. طب ايه اللي مزعلك؟ بس لان انت قايله لي انما الواحد مش عارف. انت اسمك ايه؟ فرمه. بقول لكم يا جماعه اقدم لكم فرمه. تيجي تقول لي ايه ده؟ لو ما كنتش قلت لي انه فرمه ما كنتش اعرفه. طب طبعا اول مره اعرفك عليه. لكن المره الجايه هتقول له مش انت فورم؟ يقول لك فيرمان. مره بعدها مش انت فيرمان؟ مره بعدها خد يا ده فيرمان. ما ده اصحاب الميرمرز كده. اول مره بعرفك عليه عايز امتحنك ازاي؟ بحفظه لك. اول مره بحفظه لك لسه. السؤال الثاني دكتور طب انت محدد لي المكان اللي هسمع عليه؟ مش بتسيبني الف واطلع انا المكان؟ يا ابني انت عايز تبقى اعمل لك تيست من اول مره؟ بقى انت لسه بتحفظ الصوت تضيع وقتك في التدوير على المكان برضه ولا تضيع وقتك في حفظ الصوت الاول عشان تعرف تدور على ايه؟ بينما ناخد انسبكشن وفالفيشن خليك تدور براحتك. طب هتعمل لي تيست في الاول اعمل لك نص تيست لك اسكالت ايبكس قول لي سامع مايترس نص ولا مايتر جيج ولا دبل مايتر اديك اختيارات. بعد كده اقول لك العين عندك قول لي ده كده تعليم هنعمل كده في الاسكالتيشن بس كل المنهج. اكيد ما تعبتوش ومع ذلك نلتقي في الحلقه القادمه. قعدنا طب حد شويه يعينه تاني يقول لي بتطول.